أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في مايوركا وفي رحاب الليغا الإسبانية. حامل اللقب بفرقته الملكية يدشن الرحلة نحو مغارة كنز الليغا 37. هنا يريدون استئناف حصد كل ما يلمع ويفتحون صفحة جديدة امتدادا لتلك الصفحات التي كتب فيها الريال ألقابه بخط الذهب. هنا يصل ريال مدريد بأسطول نجومه الفاخر بعد ليلة بولندية فاخرة، الجديد فيها كان شبيها بالقديم، أوروبا والذهب والثالث. ريال مدريد اليوم هنا في إسبانيا 2025، مايوركا مخيفة في هذا الموسم. نعم، من الطرف الأيسر عرضية ترسل لكن في 22 في صف ريال مايوركا، بعد ذلك روديجر الذي يرفع راية التحدي، موريكي محاولاته في تصويبة، يا سلام، روعة 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 كانت التسديدة أو روعة جديدة، فرصة في تصويبة في هدف وليضيع بكرة جانبت القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى. داني 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 رودريغيز هو من حاول في اللقطة الماضية، داني رودريغيز لف ودار سدد باليسار لكن الكرة جانبت القائم. هنا مبابي يسقط، يطال فريق مايوركا، ترسل الكرة عالية، فينيسيوس يبحث عن مرور تقدم جماهيره التي تشوقت لفريق مايوركا، كرة بتوتي فينيسيوس يتقدم، فيني والعرضية محاولة ما زالت، فيني 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 والعرضية لكنها إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة ركنية لفريق ريال مدريد على يمين الحارس، ركنية تنفذ حارس المرمى فيرلو مينتي مرة أخرى، فينيسيوس يحاول أن يمر في جول، فعلها رودريغو ليسجل أول أهداف فريق ريال مدريد في هذا اللقاء. نعم، اختر ما شئت من النجوم لكن يبقى رودريغو هو المجيب الأول حينما يحتاجه ريال مدريد. هنا رودريغو يسجل أول أهداف في اللقاء، يمنح ويدشن أهداف ريال مدريد الأولى على الصعيد هذا الموسم بهدف ولا أروع، بالطريقة التي اعتاد أن يسجل من خلالها، بالكيفية التي تتعدد والسنوات ومع تقدم السنوات ومع تغير النجوم، لكن الكل تمريرة في الطرف الأيمن، مخيكا هذا الكولومبي، كرة تقدم في وسط الميدان لكن هناك الضغط، ضغط موجود في اللقطة الماضية، في كرة عرضية ترسل التغطية، كولومبي يحاول عرضية تأتي خطيرة، الشلوتي طبعا مافيو التقدم إلى الطرف، منقولة كرة عالية، التغطية موجودة، رودريغو مرة أخرى التصويبة لكن إلى خارج الملعب، يتصدى حارس المرمى دومينيك غريف، كرة في اليمين الدقيقة 20 من سال عرضية ترسل التغطية، تعدد عقدة مع فريق روديجر، روديجر والتصويبة، ياه 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 يا روديجر، روديجر أراد أن يكون له في هذه البداية نصيب، أراد أن يكون له في هذه البداية بصمة. هنا الألماني سدد بكرة يمينية لكنها جانبت القائم الأيمن وفريق مايوركا. ريال مدريد عن طريق بيلينغهام، لن يعود، هل من عودة في كرة، يريد أن يمر فينيسيوس، في عنده كرة، موريكي يحاول فيها، فيني فيني والعرضية، يا عيني يا عيني، ياه 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 يا على الكرة، ولا أروع ولا أروع. 94 يوم من كوبا أمريكا، عرضية ترسل تيبو كورتوا، مايوركا عرضية ترسل والكرة الخطيرة هنا تأتي لكنها في الأخير إلى خارج الملعب، إلى هذه الكرة في وسط الميدان لمصلحة فريق هذا الملعب لفريق اللقاء. ريال مدريد يسهل، حتى شيلوتي قال بأنه فينيسيوس، فينيسيوس في تمريرة، تيمورور مبابي في عرضية عن طريق فيرلو مينتي، داني كارفاخال موسم كبير في الاستلام، عرضية ترسل، ترور في تمريرة باتجاه كيليان مبابي، عنده كرة في الاستلام، كارفاخال باتجاه رودريغو، رودريغو طريق فيدريكو فالفيردي، فيني كرة عرضية، الله لم تكتمل لم تكتمل، لا تسل لفريق مايوركا، خطيرة تأتي لكنها إلى خارج الملعب، ممتاز الكرة، داني رودريغيز، داني رودريغيز والذي يحظى برودريغو، لكن مخيكا في التغطية، ولكن بابلو مافيو غطى بشكل ولا أروع من أمام فينيسيوس في اللقطة. موريكي لا يريد أن يضيع فرصة من أمام ميليتاو، سقط ميليتاو، أتمكن الحارس من الكرة داخل منطقة الجزاء، الخذوهات، التغطية من منطقة الجزاء بالرأس، هنا أمام الألماني، هنا جول، هنا جول، ضاعت
ضاعت ها كرة خطيرة مايوركا في كرة مازال موريكي لكن نقلة أخيرة على نهاية الوقت الأصلي بالعرضية الراسية من جانب ذلك العرضية ترسل عالية الراسية موريكي موريكي عنده كرة جميلة حرز رودريغو في شوط المباراة تو التسديد الكرة إلى كيليان مبابي يحاول فيها الجودة وهذه العناصر مع كرة تصل عالية باتجاه موريكي كربخال يتقدم يمرر كرة في القائم البعيد راسية الله هو ومن غيره موريكي معشوق جماهير مايوركا أعاد الريال أمام الريال أعاد مايوركا أمام مدريد موريكي يا موريكي يا موريكي يا موريكي بكرة راسية الهدف كان في الموعد مهما اختلف المنافسين ومهما كانت قيمة المنافسين موريكي دائم الحضور موريكي يا موريكي يا موريكي يحاول فيها التغطية كتعود مجددا لكن التغطية أسانو باتجاه موريكي بابي يريد أن يمر بابي بعد ذلك أسانو يتقدم أساباني والعرضية موريكي ارتقى نقلة خاطئة من روديغر أسانو والعرضية ترسل الكل يبحث عن كيليان في كرة عرضية لا تأتي هنا توغال هنا صور الأفراح أحزان أوهو كاد أن يتكفل بذلك كيليان مبابي كاد أن يتكفل بذلك مبابي في أولى كراته هنا في شوط المباراة الثاني اسمح لذلك كرة منقولة وصل يضغط ريال مدريد الآن يحاول عرضة تلعب من الطرف الأيمن إلى بيلي بيلي إلى رودري كرة فينيسيوس يحاول فيها لكن بدأ يظهر الكرة بتعود عن تصدى غريف تابع رودريغو لكن مخيكا الكولومبي سبق البرازيلي في عملية إبعاد هنا كيليان هنا بابي كرة سهلة عن كندي يطلب الكرة لارنت ومنقولة كرة في القائم الأول العرضية كرة خطيرة راسية موريكي كانت قريبة أيو موريكي أيو موريكي في مباراة اليوم موريكي براسياته موريكي طريق فينيسيوس فينيسيوس بسم الله ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معنا شنيفير ديال حمام السيفيانوس اللهم بارك وزيد في ذلك انا اخي المولوع الرويس تبارك الله ما شاء الله راه مازال في البداله اللهم بارك وزيد في ذلك كاين هو وهاد الشنيفيره هادي تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك الله يسخر لنا ولكم الجميع ان شاء الله